في المحاضرة النهاردة هنتكلم عن مجموعة موضوعات مهمة جدا. هنتكلم عن كود تغيير خصائص أدوات التحكم، يعني إزاي أغير خصائص أدوات التحكم عن طريق كتابة جمل أو أوامر أو كود في البرامج الفرعية للمفاتيح أو أي برامج فرعية أخرى. هنتعلم برضو أو هنراجع ونعرف أنواع المتغيرات والصيغ المختلفة ليها، وبرضو هنتكلم عن إدخال وإخراج البيانات بعدة طرق: إدخال البيانات من لوحة المفاتيح لمخازن الذاكرة أو المتغيرات، وإخراج البيانات من المتغيرات أو إخراج النتائج إلى الشاشة للمستخدم مرة أخرى. وعملية إدخال وإخراج البيانات والمعلومات تعتبر من أهم العمليات اللي احنا بنعملها ببرامجنا، من أهم العمليات اللي بتتم في أي برنامج، إن أدخل بيانات من لوحة المفاتيح لذاكرة الحاسب أو للمخازن أو للمتغيرات. ومن أهم الموضوعات برضو إخراج المعلومات والنتائج إلى الشاشة للمستخدم مرة أخرى. إدخال وإخراج البيانات دي من العمليات الرئيسية في كل البرامج، إدخال البيانات من لوحة المفاتيح وإخراج البيانات إلى الشاشة. هنتكلم عن الطرق المختلفة لإدخال وإخراج البيانات، وهناخد أمثلة علشان نعرف إزاي نكتب برامج ندخل من فيها البيانات ونخرج النتائج، بحيث نعمل تواصل مع المستخدم اللي هيستخدم هذه البرامج. هنتكلم هنا عن مجموعة من الأوامر اللي هتستخدم لتغيير خصائص أدوات التحكم. احنا قلنا ان احنا لما بنصمم أي برنامج بنخش استوديو إنشاء البرامج، بنلاقي عليه فورم فاضي، بنبتدي نحط عليه أدوات التحكم من تول بوكس. أدوات التحكم اتعلمنا إن احنا نغير خصائصها، إن احنا نقشر عليها، وفي نافذة الخصائص نبتدي نغير الخاصية أو الصفة اللي احنا عايزين نغيرها، سواء لون الأداة أو حجمها أو الجملة اللي مكتوبة عليها أيا كان. وشوفنا الكلام ده كله بيتم ازاي في المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة دي هنتعلم ازاي نغير خصائص ادوات التحكم عن طريق كتابة كود في ملف الكود. كل خاصية من خصائص ادوات التحكم نقدر نكتب لها جملة او امر جوه ملف الكود يغير الصفة او الخاصية دي. يعني مثلا لو عندنا مفتاح موجود على الفورم، نقدر نغير خصائصه عن طريق كتابة كود جوه ملف الكود لتغيير مختلف الخصائص. القاعدة العامة لتغيير خصائص أي أداة زي ما احنا شايفين بتبقى عبارة عن الأوبجكت نقطة البروبابيليتي تساوي فاليو. الأوبجكت اللي هو أي أداة تحكم، بنكتب أداة التحكم اللي احنا عايزين نغير قيمتها، نحط نقطة، نكتب الخاصية اللي احنا عايزين نغيرها وعلامة يساوي وقيمة الخاصية الجديدة. يعني زي ما احنا شايفين القاعدة العامة بنكتب اسم الأداة، بعدها اسم الخاصية اللي المفروض تتغير، وده معناه بقوله ان انا هغير الخاصية للأداة الفلانية، وحط له بعد كده علامة يساوي والقيمة الجديدة. هنبتدي ناخد أمثلة. مثلا لو عندنا مفتاح وعايزين نغير العنوان اللي مكتوب عليه اللي هي خاصية تكست،
خاصية تكست هي الخاصية المسؤولة عن تحديد عنوان الأداة. فبيكون الكود كالتالي: بكتب اسم المفتاح اللي أنا عايز أغير الجملة اللي مكتوب عليه button 1 نقطة، واكتب اسم الخاصية اللي احنا عايزين نغيرها اللي هي تكست. دي خاصية اسم المفتاح، وبقول يساوي، واكتب القيمة الجديدة بين قوسين خروج او بين علامتين تنصيص خروج. يعني كده الكود ده بيقول له ايه: غير التكست للمفتاح button 1 وخليه كلمة خروج. يعني التكست اللي هو العنوان اللي مكتوب على الأداة، دي الخاصية بتاعت العنوان اللي مكتوب على الأداة. فبقول له غير خاصية تكست للمفتاح button 1 وخليها القيمة الجديدة كلمة خروج. هناخد مثال ونشوف الكلام ده بيتم ازاي. هناخد مثال، نعمل فورم موجود عليه مفتاح، اول ما ندوس عليه يتغير اسمه من كلمة button 1 لكلمة خروج. نشوف المثال دوت. هنشوف المثال بتاعنا. المثال بتاعنا بيقول: اكتب خطوات انشاء برنامج نوافذ يحتوي على مفتاح، عند الضغط عليه يتغير اسمه من كلمة button 1 الى كلمة مرحبا. طب التمرين دوت هنحله ازاي؟ زي المتبع باستمرار في خطوات انشاء برامج النوافذ. بنفتح لغة الفيجوال بيزك، بيظهر قدامنا نافذة الفيجوال بيزك اللي احنا شايفينها. بنختار كلمة فايل، بتنسدل تحتها او بتنزل تحتها قائمة، بنختار منها نيو بروجكت، وبعدين يظهر لي قائمة اخرى نختار منها ويندوز فورمز ابليكيشن، يعني احنا عايزين ننشئ برنامج نوافذ. نيجي بعد كده تظهر لنا على الشاشة استوديو انشاء البرامج، عليه نافذة فارغة فورم 1. بسحب من صندوق الأدوات مفتاح وحطه على النافذة بالشكل اللي احنا شايفينه. المفتاح بيظهر على النافذة مكتوب عليه button 1. دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل كود للمفتاح بحيث لما نضغط عليه يتغير اسمه من كلمة button 1 الى كلمة مرحبا. يبقى في الحالة دي لازم نعمل برنامج فرعي للمفتاح ونكتب جواه كود تغيير الخاصية اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي. يبقى سحبنا مفتاح حطيناه على الفورم، هندوس مرتين على الماوس قبل الماوس بسرعة على المفتاح، هتفتح لنا ملف الكود. اول ما يظهر ملف الكود قدامي اللي اسمه فورم 1 فيجوال بيزك او صفحة الكود، نكتب الكود التالي في ملف الكود. الكود زي ما احنا شايفين بيبتدي برنامج الفيجوال بيزك بكلمة كلاس فورم 1.
هنشوف المثال بتاعنا. المثال بتاعنا فورم 1 فيجوال بيزك او صفحة الكود، نكتب الكود التالي. هنشوف المثال بتاعنا الكود، نكتب الكود التالي في ملف الكود. الكود زي ما احنا شايفين بيبتدي برنامج الفيجوال بيزك بكلمة كلاس فورم 1 وبينتهي باند كلاس، وبعد كده بنكتب البرنامج الفرعي الخاص بالمفتاح سب بوتون 1 كليك هاندلز بوتون 1 كليك. احنا سمينا هنا البرنامج بي 1 برنامج بي 1 البرنامج الفرعي سميناه بي 1 وقلنا بهاندلز او بيستخدم او بينفذ مع مفتاح بوتون 1، وكتبنا السطر اللي موجود قدامنا باللون الازرق تكست بوكس 1 قصدي بوتون 1 دوت تكست بيساوي مرحبا. يعني ايه؟ يعني الاداه بوتون 1 التكست بتاعها اللي هو العنوان اللي عليها بيساوي مرحبا، يبقى كل ما ادوس على المفتاح هيتنفذ هذا الكود اللي فيه السطر اللي بيقول بوتون 1 تكست يساوي مرحبا، يعني غير العنوان تكست البوتون 1 وخليه يساوي مرحبا. هنشوف شكل الحل او هنشوف شكل الشاشة لما بننفذ هذا البرنامج. هو ده يا جماعة اللي قدامنا، شكل الشاشة اللي هتظهر لما ننفذ البرنامج. هيظهر كلمة فورم 1 وهيظهر عليها المفتاح، هيظهر الفورم 1 النافذة بتاعت فورم 1 وهيظهر عليها المفتاح، ويبقى ده نتيجة تنفيذ هذا البرنامج. هي دي شكل النافذة بتاعتنا اللي هي على اليمين. لما بننفذ البرنامج بيطلع فورم قدامي عليه بوتون 1 ده المفتاح. اول ما بضغط عليه بيتنفذ الكود اللي انا كتبته في الشاشة اللي فاتت، بيتغير الاسم بتاع البوتون المفتاح وبيتحول من كلمة بوتون 1 لكلمة مرحبا. ليه؟ لان انا عملت وظيفة المفتاح، كل ما ادوس عليه يتنفذ البرنامج الفرعي الخاص بيه. البرنامج الفرعي الخاص بيه بيقول له ايه؟ بيقول له بوتون 1 تكست يعني عنوان بوتون 1 يساوي مرحبا. كل ما ادوس على المفتاح ينفذ الجملة دي تكتب على التكست كلمة مرحبا. دي نتيجة البرنامج او دي نتيجة التنفيذ. الفورم لما بنفذ البرنامج ده الفورم اللي بيظهر لي اللي على اليمين، اما بدوس المفتاح بيتحول لكلمة مرحبا الاسم الموجود عليه. كده طبعا عرفنا ازاي نكتب كود يغير احد خصائص الاداة اللي هي خاصية تكست اللي هي عنوان الاداة للمفتاح بوتون 1 عن طريق الكود. Thank you.
الخاصية التانية اللي هنتكلم عليها خاصية فور كلر. بتستخدم خاصية فور كلر لتحديد لون خط الكتابة، كتابة العنوان اللي بيظهر على الأداة. بمعنى ان لو كنت عايز عنوان الأداة اللي هي زي بوتون وان او كلمة مرحبا تظهر بلون مختلف، لون احمر مثلا، ليها كود او هذه الخاصية نقدر نكتب لها الكود التالي. بقول له بوتون وان نقطة فور كلر وبحط له اللون الجديد تساوي كلر بلو، يعني يخليها باللون الازرق. الجهاز ما بينفذ هذا الكود بيروح المفتاح بوتون وان، فور كلر تعني لون عنوان الاداة بيساوي كلر بلو اللون الازرق. لازم اكتب الصيغة زي ما انا كاتبها كده بالظبط، بحط اسم الاداة اللي انا عايز اغير لونها او لون الكلمة المكتوبة عليها اللي هي بوتون وان. اذا كنت عايز اغير لمفتاح اخر بقول له بوتون تو، اذا كنت عايز اغير العنوان اللي مكتوب على ليبل بقول له ليبل وان فور كلر. ايا كان الاداة اللي هتستخدم، الاداة اللي انا عايز اغير لون الكلمة المكتوب عليها بقول له اسم الاداة نقطة اسم الخاصية فور كلر واقول له بيساوي لون الجديد. بنفس المفهوم خاصية الباك كلر. الباك كلر هي لون خلفية الاداة، لون الاداة نفسها او خلفية الاداة. اذا كنت عايز اغيرها لاي لون اخر غير اللون الرمادي المعتاد فبكتب كده بقول له بوتون وان باك كلر، يعني ايه؟ يعني مفتاح بوتون وان لون الخلفية بتاعه بيساوي كلر ريد اللون الاحمر ايا كان اللون اللي انا عايزه. وهاخد مثال دلوقتي تطبيق على طريقة استخدام الخاصيتين دول عن طريق الكود. المثال بتاعي هيبقى عبارة عن فورم نافذة عليها مفتاح، لما ادوس عليه هيتغير ثلاث حاجات. هيتغير اسم الاداة من بوتون وان لمرحبا، هيتغير لون الكلمة مرحبا الى اللون الازرق، وهيتغير لون الخلفية الى اللون الاحمر. هنشوف المثال ده. المثال بتاعنا بيقول ايه؟ اكتب خطوات انشاء برنامج نافذ يحتوي على المفتاح بحيث عند الضغط عليه يتغير عنوانه الى كلمة مرحبا مكتوبة باللون الازرق على خلفية المفتاح حمراء. الحل زي الخطوات المتبعة: بفتح فيجوال بيزك، بختار فايل يظهر لي قائمة، اختار نيو بروجكت يظهر لي قائمة بانواع المشروعات، اختار الويندوز فورمز ابليكيشن يعني انا عايز اعمل برنامج نوافذ، بسحب اداة من النوع بوتون وبحطها على الفورم واضغط على مفتاح البوتون ده مرتين يتفتح ملف الكود. بكتب الكود اللي قدامنا بالشكل التالي. بكتب الكود بيبتدي بكلمة كلاس فورم 1 يليها اسم البرنامج الفرعي بي 1 handles button one click، يعني بيتنفذ البرنامج الفرعي بي واحد لما بضغط مفتاح button one. بكتب الثلاث جمل الاتيين، بقول له button one text يعني عنوان المفتاح button one خليه بيساوي مرحبا. بعدين بقول له بعد كده button one for color يعني خلي عنوان المفتاح button one لونه احمر بلو ازرق بيساوي color blue. بكتب له الامر الثالث بقول له بوتون وان باك كلر يعني خلفيه المفتاح بوتون وان بتساوي كلر ريد خليها اللون بتاعها احمر. وببتدي انفذ البرنامج، بضغط على مفتاح التنفيذ واشوف النتيجه اللي انا اشوفها قدامي. هشوف نافذه موجود عليها مفتاح، اول ما هضغط المفتاح هيتغير التغيرات اللي احنا قلنا عليها. نشوف النتيجه في الشاشه
التالي. هنا بشوف النتيجة بتاعتنا. أول ما بنفذ البرنامج بيطلع الشاشة أو بيطلع النموذج أو النافذة اللي احنا صممناها عليها المفتاح. بضغط المفتاح بلاقي المفتاح الكلمة اللي عليه اتغيرت باللون الأزرق وبقت كلمة مرحبا بدل بوتون 1، واللون بتاع الخلفية اللون الأحمر اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة. بنفس المفهوم عندي خاصية سايز، دي خاصية بتستخدم لتغيير حجم الأداة. إذا حبيت برضو أكتب في ملف الكود الكود اللي بيستخدم لتغيير حجم الأداة button 1 dot size، يعني button 1 نقطة size. size دي خاصية اللي بتستخدم لتغيير حجم الأداة. يعني بقول له إيه؟ بقول له المفتاح بوتون 1 الحجم الجديد بيساوي نيو سايز الحجم الجديد، واكتب بين قوسين الطول والعرض، طول الاداه والعرض الجديد. انا هنا بقول له الطول 66 والعرض 67، ده الطول الجديد والعرض الجديد للاداه. اذا دوست على المفتاح ونفذ هذا الكود المفتاح بيتغير حجمه. اذا كان ايا كان الحجم اكبر او اصغر من كده الحجم بيبقى 66 في 77، ده الحجم الجديد. خاصية enable دي بنسميها خاصية
إبطال وتشغيل الأداة، والخاصية دي بتستخدم لإيقاف الأداة إيقاف مؤقت أو تشغيلها تاني. يعني مثلا المفتاح بوتون 1، أنا عايز أعطل شغله بحيث إذا ظهر على النافذة وحد داس عليه ما يشتغلش. بنحتاج الخاصية دي في البرمجة، بنحتاج خاصية إبطال عمل الأداة مؤقتا. يعني النافذة تظهر موجود عليها مفاتيح، مفاتيح شغالة ومفاتيح مش شغالة، المفاتيح مش شغالة مأجلينها لأسباب مختلفة مش عايزينها تشتغل دلوقتي. بنشوف الكلام ده كتير في النوافذ بتاعتنا، بنشوف مفتاح بتغير لون الكلمة المكتوب عليه إلى اللون الرمادي، إذا دوسنا المفتاح ده ما يشتغلش، ما يعملش أي تأثير. إزاي المبرمج يبطل عمل الأداة؟ عن طريق خاصية إنيبل. خاصية إنيبل بتستخدم لإيقاف عمل الأداة أو لإعادة تشغيلها. طب أوقف عملها إزاي؟ بقول له بوتون 1 إنيبل، إنيبل يعني قابل للشغل، بوتون 1 إنيبل تساوي فولس. يعني إيه؟ يعني ابطل عمل الأداة. بوتون 1 إنيبل يعني عمل الأداة بيساوي فولس، يعني مبطل أو إيقاف مؤقت لي. طب لو حبيت أشغلها تاني بقول له بوتون 1 إنيبل بتساوي ترو. بوتون 1 إنيبل بتساوي ترو يعني الأداة دي شغالة. ألاحظ باستمرار إني لما أقول له بوتون 1 إنيبل فولس إن الأداة لما بتظهر على النافذة بيظهر لونها رمادي، رمادي فاتح. لون الأداة، لون الكتابة اللي على الأداة رمادي فاتح. لما برجع تاني اقول له بوتون 1 انيبل ترو يعني شغل الاداه اللي كان متوقف عملها، يرجع تاني الاسم عليها باللون الاسود الغامق اذا كان هذا اللون. يعني بوتون 1 فولس، بوتون 1 انيبل بيساوي فولس يبطل عمل الاداه، بحيث اذا ضغطنا عليها بالماوس المفتاح لا ينفذ اي كود. إذا قلت له بوتون 1 انيبل يرجع المفتاح تاني حالة العمل، وإذا دوست عليه ينفذ وظيفته. عندي الخاصية الستة بتشبه الخاصية اللي فاتت، بس بدل ما بأبطل عمل الأداة بخفيها خالص من على النافذة. أحيانا بعض الأدوات بخفيها خالص إخفاء مؤقت عشان ما تستخدمش بواسطة المستخدم، وأحيانا ارجع اظهرها تاني. بحتاج الكلام ده في البرمجة بتاعتنا علشان اخفي اداة من على الفورم اثناء لما انفذ الاداة او انفذ البرنامج. بقول له بوتون 1 فيزابل فولس يعني الاداة دي تخفيها. اول ما اشغل البرنامج ما الاقيش بوتون 1، اذا حبيت اظهره تاني في اي حركة للماوس او اي حركة اخرى بقول له بوتون 1 فيزابل ترو. بوتون 1 فيزابل ترو تظهر الأداة، بوتون 1 فيزابل فولس تخفي الأداة. وبنفس الطريقة بنستخدم الخاصية فونت. الخاصية فونت دي تستخدم لتحديد أو تغيير خط عنوان الأداة، يعني العنوان اللي مكتوب على الأداة إزاي يتحكم في مواصفات الخط. يعني أتحكم في حجم العنوان، مش حجم الأداة، حجم العنوان نفسه، حجم الكلمة المكتوبة فوق الأداة. أتحكم في نوع الخط بتاعها اذا كان مثلا رقع او نسخ او اريال او نيو رومان، نوع الفونت نفسه. واتحكم كمان اذا كان الخط مكتوب تقيل ولا خفيف، مكتوب غامق ولا فاتح. فبتستخدم الخاصية فونت لتغيير خصائص عنوان الأداة، وده طبعا بستخدمها كتير وبتبقى مطلوبة،
وبالأخص عشان أكبر الكلمة المكتوبة على الأداة. الكلمة بتبقى مكتوبة بخط صغير زي كلمة بوتون 1 اللي هي عنوان الأداة، بتبقى مكتوبة بخط صغير، فدايما بحب أكبر الخط وأحب أخليه غامق وأحب أغير نوعه الخط نفسه. كل ده بيستخدم أو كل ده بيتعمل عن طريق خاصية فونت. بتستخدم ازاي خاصية فونت؟ بكتب بوتون 1 نقطة فونت، يعني أنا هغير خصائص أو مواصفات خط عنوان الأداة بوتون 1، وبقول له بتساوي نيو فونت، بتساوي المواصفات الجديدة للخط، وبكتب المواصفات الجديدة للخط بين قوسين. أول خاصية اللي هي نوع الخط نفسه، وهنا بحدده في المثال إن نوع الخط بالإنجليزي إيريال، اللي جنبه 16، ده حجم الخط، وده حجم خط كبير حلو مقاس كويس. تالت خط بقول له، تالت اختيار بقول له الفونت ستايل. الفونت ستايل يعني ايه؟ يعني شكل الخط. بولد يعني خط غامق، فبقول له شكل الخط غامق. يبقى كده بحدد عنوان الأداة، كلمة بوتون 1 اللي مكتوبة فوق الأداة، بحدد ان الخط بتاعها يكون نوعه اريال، حجمه 16، ونوع الخط او الستايل بتاعه بولد يعني خط غامق. الخاصية اللي بعدها خاصية رايت تو ليفت. رايت تو ليفت يعني من اليمين للشمال، خاصية من اليمين للشمال. الخاصية دي بستخدمها لما اجي اعرب النافذة او اخلي النافذة الكلام المكتوب عليها باللغة العربية، سواء الكلام اللي مكتوب على عنوان الفورم او عناوين الاداه او جوه الادوات نفسها. يعني كنت هطلع معلومه اسم الطالب مثلا جوه تكست بوكس، فمفروض لو هيطلع الكلام ده بالعربي يبتدي من اليمين للشمال، فبنقول له الخاصيه ايه؟ من اليمين للشمال دي بتقلب الكلام اللي مكتوب على الادوات المختلفه من انه يبدا من اليمين للشمال. ودي بستخدمها لما اجي اعمل شاشات باللغه العربيه، وبقول له ايه؟ بقول له بوتون 1 رايت تو ليفت. يعني ايه بوتون 1 رايت تو ليفت في المثال؟ يعني الكلمه المكتوبه على بوتون 1، عنوان بوتون 1 ابتدي من الرايت تو ليفت. بقول له بوتون 1 رايت تو ليفت يساوي، بقول له ايه؟ يعني انت عايز تخلي الكلمه المكتوبه على العنوان تبدا من اليمين للشمال، يعني هي عربي. بقول له بيساوي رايت تو ليفت يس، ايوه انا عايز اخليها من رايت تو ليفت. دي ده شكل الفورمه بتاعت الخاصيه وبتتكتب ازاي. لما اجي احب اكتب بالعربي على اي اداه زي عنوان الاداه او زي البيانات اللي هتطلع في الاداه نفسها ان عايزها تبدا من اليمين للشمال عشان مكتوبه باللغه العربيه، باجي كده بقول له بحدد الاداه، بقول له بوتون 1 رايت تو ليفت تساوي رايت تو ليفت يس. طب اذا كنت عايزها من الشمال لليمين بقول له رايت تو ليفت نو، رايت تو ليفت نو هيبتدي من اليمين، من الشمال لليمين. الخاصيه اللي بعد كده خاصيه الصوره اللي بتتحط في ظهر النموذج او بتتحط كخلفيه للنموذج. احيانا كتير جدا بحب النافذه بتاعتي احط لها صوره كخلفيه. بيتم الكلام ده ازاي؟ عن طريق خاصيه باك جراوند ايمج. بكتب مي يعني ايه؟ مي يعني الفورم او النموذج او النافذه، مي يعني كلمه النافذه، فبقول له مي باك جراوند ايمج يعني النافذه ديت احط لها صوره خلفيه، بقول له بتساوي واكتب له عنوان الصوره واسمها. اذا كانت الصوره من ضمن اجزاء المشروع بكتب له الصيغه دي، بقول له ريسورسز وبكتب له رقم الصوره. طب اذا كانت الصوره مش من المشروع، موجود على اي مكان في الهارد ديسك، بكتب له عنوانها، بقول له الصوره فاني فولدر وفاني درايف، وبكتب له اسمها زي ما احنا شايفين على الشاشه اللي قدامنا.
خاصية لوكيشن أو خاصية تحديد مكان الأداة على النموذج. دي خاصية مهمة جدا بتستخدم لتحديد مكان الأدوات، مكان المفاتيح أو مكان التكست بوكس أو أي أداة أخرى من أو على النافذة، بحيث إذا كبرنا النافذة أو صغرنا يفضل بعد هذه الأدوات ثابت عن نقطة معينة. النقطة بتاعتنا اللي هي الركن الأيسر العلوي من النافذة، بحدد بعد الأداة عن الركن الأيسر العلوي من النافذة زي ما احنا شايفين. وركن الأداة والأداة بتتحدد مكانها حسب بعد ركنها العلوي الأيسر من ركن النافذة العلوي الأيسر زي ما احنا شايفين في الرسم. بيتحدد بعد الأداة عن المحور الرأسي والمحور الأفقي، ونقطة الأصل بتاعتنا في الركن الأيسر العلوي في النافذة نفسها. وزي ما احنا شايفين الأمر بيقول bottom one location بيساوي يعني الأداة bottom one وضعها فين، new point المكان بتاعها الجديد على بعد 50 من المحور الرأسي وعلى بعد 100 من المحور الأفقي، بتظهر الأداة زي ما احنا شايفينها على الشاشة. النقطة اللي بتبعد اللي هي البوينت نفسها اللي بتقع عند العمود 50 والسطر 100 هي نقطة الركن الأيسر العلوي للأداة نفسها زي ما احنا شايفين على الرسم. اتكلمنا عن المتغيرات قبل كده، هنراجعها بسرعة علشان نكمل عليها موضوع جديد. المتغيرات قلنا دي عبارة عن مخازن مؤقتة في الذاكرة بنفتحها في الذاكرة علشان نخزن فيها بيانات بصفة مؤقتة او نتائج عمليات رياضية او بيانات داخلة من لوحة المفاتيح، بنحطها او بتخش البيانات من لوحة المفاتيح للمخازن اللي في الذاكرة عشان بعد كده ناخدها من المخازن نجري عليها عمليات رياضية ندخلها في ملفات البيانات ايا كان. يبقى المتغيرات دي مخازن في الذاكرة لها عدة استخدامات، ممكن احط فيها نتائج عملية رياضية، ممكن احط فيها بيانات داخلة من لوحة المفاتيح، عايزين ندخل اسم الطالب، اسم الطالب لازم ندخله جوه مخزن، المخزن ده بعد كده هناخد اسم الطالب منه ندخله في ملف البيانات. فمخازن الذاكرة لها استخدامات عديدة. طيب علشان نعمل مخزن في الذاكرة نحط فيه نتيجة عملية، او نعمل مخزن في الذاكرة نضع فيه اسم الطالب او بيانات الطلبة في مخازن مختلفة، لازم نحجز المخزن الاول. طريقة انشاء او حجز المخزن في الذاكرة بيتم عن طريق امر دم. امر الدم بيستخدم لانشاء مخزن في الذاكرة، والصيغة بتاعته زي ما انت شايفها على الشاشة، بكتب كلمة دم بعدها اسم المخزن بعدها كلمة از وبعدها نوع البيانات او نوع البيانات اللي اتحط في المخزن. يبقى كل مخزن بيتعرف او بيتحجز بمعلومتين، باسمه ونوع البيانة اللي اتحط جواه. البيانات اللي اتحط جواها ممكن تكون بيانات رقمية يعني أرقام، ممكن تكون بيانات حرفية يعني حروف وجمل، وفي الحالة دي لازم بنحدد نوع البيان زي ما بنحدد اسم المتغير. والأمر المستخدم زي ما احنا شايفين
امر دم مع كلمة از. تعالوا نشوف مثال. نفرض ان احنا عايزين نحجز مخزن في الذاكرة عشان نحط فيه رقم صحيح، بنعرف المتغير كالتالي، بقول له دم اسم المتغير هنسميه اي بي سي، اي حروف او اي اسماء المبرمج بيحب يقترحها، از انتجر يعني يحجز لي مخزن اسمه اي بي سي في ذاكرة الحاسب. از انتجر يعني ايه؟ يعني هنحط فيه رقم اثناء تشغيل البرنامج. انتجر ده بيعبر عن رقم صحيح، كلمة انتجر يعني البيان اللي اتحط فيه رقمي والرقم ده صحيح. أنواع المتغيرات كتير جدا، موجودة تقريبا كلها أو معظمها موجودة في الكتاب، وأنواع ومختلف الأنواع لمختلف أنواع البيانات. أنا هنا بس هجيب أربعة أنواع، أو هكتب أربعة أنواع كمثال. الأرقام الصحيحة انتجر، الأرقام الحقيقية اللي فيها كسور دبل، النوع الحرفي يعني البيان او المخزن اللي انا هحط فيه حرف واحد فقط بعرفه على انه كاركتر او اختصارها سي اتش اي ار، واذا كنت احط في المخزن كلمة ففي الحالة دي بحطها او بعمل نوع المخزن سترينج. ولازم المبرمج يحدد انواع المخازن بدقة حسب نوع البيانات اللي هتتحط في المخزن زي ما هو هيستخدمها بالظبط. فمثلا إذا كان ناوي يحط أعداد الطلاب في أحد المخازن، أعداد الطلاب لازم تكون أرقام صحيحة، فبيعرف المخزن as integer. طب إذا كان هيحط فيه أوزان، الأوزان ممكن يكون فيها كسور، يعرف المخزن على إنه double. وإذا كان هيحط فيه أسماء بيعرفه أو عناوين بيعرفها لإنه string. وإذا كان مثلا يحط جواه حرف واحد فقط زي مثلا علامة الصح أو علامة الخطأ، فبيبقى المخزن كاركتر سي اتش اي ار. هنا عندنا مثال، اذا المبرمج مثلا تصادف ان عايز يعمل مخزن او مجموعة من المخازن، مخزن هيحط فيه عدد الطلاب وليكن 60، مخزن هيحط فيه اسم وليكن الاسم علي، مخزن هيحط فيه رقم
3.5. في الحالة دي هيعرف المخزن ازاي؟ هيعرف المخزن اكس از انتجر، ده مخزن رقمي صحيح. هيعرف واي از دبل، ده مخزن رقمي قد يحتوي على كسر. ديم نيم از سترينج، عرف مخزن تالت اسمه نيم از سترينج، يعني كمخزن هيتحط فيه جملة، وبحط البيانات فيه بالشكل التالي بأمر التخصيص: اكس بتساوي 60، يعني حط في المخزن اكس 60، واي بتساوي 3.5، يعني حط في المخزن واي 3.5، نيم بتساوي علي، يعني حط في المخزن نيم كلمة علي. وهقول دلوقتي على قاعدة مهمة جدا اسمها قاعدة تعريف أماكن، أو قاعدة تعريف المتغيرات، أماكن المتغيرات. القاعدة بتقول إيه؟ إذا كان عندي مثلا ثلاثة أو أربعة برنامج فرعي جوه البرنامج بتاعي، صب واحد وصب اتنين وصب تلاتة لتلات مفاتيح، المخزن اللي يتعرف في أحد البرامج الفرعية يستخدم في البرنامج الفرعي ده فقط. طب لو حبيت استخدمه في برنامج فرعي تاني يديني خطأ ويقول لي المخزن ما تعرفش، يبقى لازم احجز المخزن في البرنامج الفرعي اللي انا هستخدم المخزن فيه. طب افرض انا عايز استخدم مخزن، نفس المخزن في برنامجين فرعيين، بعرف المخزن او بحجزه بامر ديم خارج البرامج الفرعية، يعني تحت كلمة كلاس خارج البرامج الفرعية. لكن اذا المخزن اتعرف جوه برنامج فرعي يستخدم جوه فقط. طب اذا حبيت استخدمه في برنامج فرعي اخر الجهاز يديني خطأ يقول لي لا البرنامج ده المخزن ده مش متعرف. اذا كنت عايز استخدم المخزن في عدة برامج فرعية نفس المخزن في نفس الوقت، اعرف المخزن خارج البرامج الفرعية كلها تحت كلمة كلاس. في الحالة دي ممكن كل البرامج الفرعية تستخدم هذا المخزن. هنوضح دلوقتي فكرة المتغيرات المحلية والمتغيرات العامة. المتغيرات المحلية اللي هي local variables، المتغيرات العامة اللي هي global variables، ونوضحها شوية أكتر. بنقول إذا عرفنا متغير جوه البرنامج الفرعي يستخدم فقط في البرنامج الفرعي، وإذا عرفنا متغير بره البرامج الفرعية كلها يستخدم في أي برنامج فرعي آخر. هنا في التعريف عرفنا زد اللي هو بالأحمر على إنه string، يعني مخزن حرفي، وعرفناه فين؟ تحت كلمة class بره البرامج الفرعية. وعندنا برنامجين فرعيين بي واحد وبي اتنين، عرفنا بالأخضر متغيرات محلية في البرنامج الفرعي الأول اللي هي متغيرات x as integer و y as double، والمتغيرين دول يستخدموا فقط في بي واحد. وجينا عرفنا بي اتنين مخزن اسمه x، x اللي في بي اتنين غير x اللي في بي واحد، دول مخزنين، مخزن بنسميه x بي واحد ومخزن بنسميه x بي اتنين، والبيانات اللي في ده غير البيانات اللي في ده. تعالوا نشوف المثال ماشي ازاي. عرفت المخزن زد لانه مخزن جلوبال عام، كل بي 1 وبي 2 يقدروا يستخدموه ما دام متعرف خارجهم. وعرفت اكس واي جوه بي 1 وقلت حط في الزد علي، يبقى كلمه علي دخلت في الزد اللي هو المخزن العام، وحط في الاكس 5 وحط في الاكس 6، وبعد كده قلت له ايه تكست بوكس تكست، يعني اطبع او خلي العنوان او خلي الجمله اللي مكتوبه
في تكست بوكس 1 بتساوي الاكس زائد الواي، يعني مجموع اكس واي هيكتب لي في التكست بوكس 11. تعالى للبرنامج الفرعي الثاني. عرفت فيه مخزن اسمه اكس، وجيت قلت له تكست بوكس 1 تكست حط فيه اكس. هيحط كام؟ هيحط الخمسة؟ لا طبعا، الخمسة دي في المخزن اكس اللي في واحد. طب اكس اللي في اتنين انا ما حطيتلوش ارقام، فهو اوتوماتيك بيبقى فيه صفر. المخزن اكس اللي في اتنين عرفته على انه انتجر، والمخزن ده ما حطيتلوش ارقام، فهو اوتوماتيك بيبقى جوه صفر. فلما اقول له تكست بوكس 1 تكست، يعني حط في التكست بوكس 1 المخزن اكس، يحط لي صفر لان هو جوه صفر. تعالى بعد كده للخطوه اللي بعدها، بقول له تكست بوكس 2 تكست بتساوي الزد، يعني في تكست بوكس 2 حط فيه قيمه الزد. طب الزد بكام؟ الزد ده مخزن عام اتحط فيه كلمه علي لما شغلنا بوتون 1. لما جينا شغلنا بوتون 2 كلمه علي في المخزن العام مفيش حاجه غيرته، فهيطبع لي كلمه علي في المخزن في التكست بوكس 2 زي ما احنا شايفين في المثال. ادخال واخراج البيانات. يعني ايه ادخال واخراج البيانات؟ ادخال البيانات يعني معناها ان انا بدخل البيانات من لوحة المفاتيح، واخراج البيانات معناها ان انا اخرج النتائج على الشاشة. ازاي اعمل برنامج ياخد البيانات من لوحة المفاتيح ويدخلها في مخازن، او ياخد بيانات من المخازن يطبعها على الشاشة؟ نمشي خطوة خطوة. عندنا عدة وسائل لإدخال البيانات من لوحة المفاتيح لمخازن في الذاكرة. يا إما نعمل برنامج عليه مفتاح وتكست بوكس، لما أدوس المفتاح يتقبل إدخال البيانات في التكست بوكس، يا إما بستخدم الانبوت بوكس. الانبوت بوكس دي وسيلة أخرى لإدخال البيانات. في الجزئية دي هنشرح ادخال البيانات عن طريق اداة الانبوت بوكس، واخراج البيانات عن طريق اداة المسج بوكس، وهما ادتين مهمين جدا بيستخدموا في ادخال واخراج البيانات بصفة خاصة لما بكون بطلع رسائل او بدخل بيانات
زي الباسورد او حاجه من هذا القبيل. هنشوف ازاي بنستخدم الانبوت بوكس والمسج بوكس للتحكم في ادخال واخراج البيانات، ودول اداتين متواجدتين في كل تطبيقات مايكروسوفت تقريبا، وبنستخدمهم في حالات معينه، وبيبقوا هما الافيد والاسهل في الاستخدام. هنشوف دلوقتي استخدام الانبوت بوكس بيتم ازاي لادخال البيانات. صندوق الادخال او الانبوت بوكس دي عبارة عن اداة جاهزة في لغة الفيجوال بيزك، تستخدم لتلقي بيانات من لوحة المفاتيح ووضعها في احد المخازن. هي الاداة مظبوطة على كده. الاداة لما بكتب الامر بتاعها بيطلع البرواز او الاطار اللي قدامنا على الشاشة، علشان ادخل في البرواز الابيض جملة او رقم وادوس اوكي. اول ما ادوس اوكي يخش الرقم اللي انا دخلته او البيان اللي انا دخلته من الاداة الى مخزن في الذاكرة. يبقى اذا اداة الانبوت بوكس تستخدم لادخال بيانات في مخازن. الصيغة بتاعته تبقى ازاي؟ بعرف مخزن اسمه اكس، بقول له ديم اكس از انتجر او از دبل او از اي حاجة. بعدين بعد كده بقول له ايه اكس اكس بتساوي انبوت بوكس، وبين قوسين بكتب رسالة. الامر ده لما بينفذه الجهاز بيحصل ايه؟ بيطلع لي اطار او برواز ادخال البيانات وعليه الرسالة. الرسالة دي بتقول للشخص اللي بيدخل بيان ايه نوع البيان اللي هيخش. نفترض ان احنا عايزين ندخل اسماء، فهنقول له اكس اكس بتساوي انبوت بوكس، والرسالة هتقول للمستخدم ايه؟ ادخل الاسم. يقوم الانبوت بوكس خارج عليه الرسالة، البيان اللي يخش يقوم داخل في المخزن اكس اكس، وبعد كده هنشوف هنعمل بيه. يبقى اذا امر اكس اكس بتساوي انبوت بوكس بيخرج لي صندوق ادخال البيانات على الشاشة عشان ادخل جوه بيان يحطه جوه المخزن اكس. ودي وسيلة لادخال البيانات من لوحة المفاتيح لمخازن في الذاكرة. بعد كده لما تخش مخازن الذاكرة نقدر نتصرف فيها او نجري عليها اي عملية من العمليات المختلفة. امر انبوت بوكس ليه صيغتين. الصيغة الاولى بقول له اكس بتساوي الانبوت بوكس، وبين قوسين بكتب رسالة، الرسالة بتطلع الانبوت بوكس. الصيغة التانية بقول له اكس بتساوي الانبوت بوكس وبين قوسين بكتب رسالة وعنوان، تطلع الرسالة للمستخدم في المكان اللي ظاهر قدامي مكتوب في عليه الرسالة، والعنوان يطلع في الإطار الخارجي أو في العنوان للإنبوت بوكس نفسه. أحيانا بنحب نكتب المعلومتين على الإنبوت بوكس. البيان بيخش في البرواز الأبيض، وأول ما بضغط كلمة أوكي كده معناها إن أنا أنهيت إدخال البيانات. أول ما ضغط أوكي البيانات تخش من البرواز الى المخزن في الذاكرة.
هنا قدامنا مثال، بنقول في المثال اكتب برنامج يحتوي على مفتاح عند الضغط عليه يدخل رقمين من لوحة المفاتيح، يعني لما نضغط عليه يطلع الانبوت بوكس، ندخل الرقم الاول يطلع الانبوت بوكس تاني، ندخل الرقم التاني يخش الرقمين في مخزنين، وبعد كده تطبع يطبع في التكست بوكس الرقم الاكبر. زي ما احنا شايفين هنفتح الفيجوال بيزك وننشئ برنامج نوافذ جديد ونحط عليه مفتاح وتكست بوكس. المفتاح لما ندوس عليه هينفذ اربع خطوات. الخطوة الاولى هيخرج الانبوت بوكس عشان ندخل الرقم الاول، الخطوة التانية هيخرج الانبوت بوكس عشان ندخل الرقم التاني، الخطوة التالتة والرابعة هسأل الرقم الاول اكبر من التاني ولا الرقم التاني اللي اكبر من الاول، وحسب الرقم هنطبعه. زي ما احنا شايفين الكود بيتكون من اربع خطوات. بعرف المخزن ايه والمخزن بي على انهم انتجر، بعدين بقول له ايه بتساوي الانبوت بوكس، وبين قوسين بطلع رسالة ادخل الرقم الاول، مفروض بيطلع الانبوت بوكس بدخل الرقم الاول، ينفذ الامر التاني بقول له بي بيساوي الانبوت بوكس ادخل الرقم التاني، يطلع الانبوت بوكس لتاني مرة ادخل الرقم التاني يخش في المخزن بي، بقول له اذا كانت الاي اكبر من البي اكتب في التكست بوكس الاي، واذا كانت البي هي الاكبر من الاي اكتب في التكست بوكس البي، وفي الحالة ديت هيطبع لي الرقم الاكبر. اشوف بعد ما اكتب الكود دوت النتيجة اللي هتظهر في الشاشة اللي بعد كده التالية. دي نتيجة التنفيذ، لما بنفذ الكود اللي فات بيطلع لي الانبوت بوكس بيقول لي ادخل الرقم الاول او ادخل الرقم، بدخل 100 بدوس اوكي، يقوم طالع كمان مرة يقول لي ادخل الرقم الثاني، بدخل 200 بدوس اوكي، اول ما بدوس الاوكي ابص الاقي 200 ظهروا في التكست بوكس لان هو ده الرقم الاكبر اللي انا دخلته. يعني زي ما انا شايف الفورم عليه المفتاح وتكست بوكس، لما ادوس المفتاح بيطلع الانبوت بوكس مرتين، مره بدخل اي رقم مره بدخل الرقم التاني، الرقم الاكبر بيطبع في التكست بوكس حسب الكود اللي انا كنت كاتبه في الشاشه اللي فاتت.
المسج بوكس او صندوق الرسائل، ده برضو يشبه صندوق ادخال البيانات، لكن انا بستخدمه في استخدام اخر. الانبوت بوكس صندوق ادخال البيانات ده بيستخدم لتلقي البيانات من لوحة المفاتيح ووضعها في مخزن في الذاكرة. بلاقي الصندوق قدامي وفيه برواز ابيض بدخل فيه البيانات اللي انا عايزها، واول ما ادوس اوكي تدخل البيانات. صندوق الرسائل ده حاجة تانية، ده بيستخدم لاظهار رسائل او نتائج للمستخدم. بستخدمه عشان اطلع فيه نتيجة عملية او اطلع فيه اي رسالة. وزي ما احنا شايفين الصندوق ليه عنوان وليه رسالة. العنوان بتكتب فوق والرسالة بتكتب في المنطقة الوسطانية. ولما بحب اقرا رسالة واخلص واقول انا قريتها خلاص، بدوس مفتاح اوكي الصندوق بيختفي. ازاي اظهر الصندوق وازاي اكتب في رسالة؟ الصيغة زي ما انا كاتبها، بكتب مسج بوكس، بكتب بين قوسين الرسالة، شكل المفتاح، وبعدين العنوان. وممكن ما اكتبش شكل المفتاح واعمل 2 كوما فاضيين، ممكن استخدم الرسالة فقط حسب ما انا هكتب الصيغة. السطر الاولاني دي القاعدة، السطر الثاني والثالث في المثال دي ممكن طريقة الاستخدام. ممكن اكتب مسج بوكس واكتب رسالة فقط، ممكن اكتب المسج بوكس واسيب المكان الوسطاني فاضي وبعدين اكتب العنوان، وممكن اكتب المسج بوكس في المسج بوكس الرسالة وشكل المفتاح اذا كان هيبقى اوكي ولا اوكي وكنسل، والتايتل او العنوان زي ما انا شايف في التلات امثلة. ده مثال تطبيق مباشر على استخدام المسج بوكس. المثال بيقول اكتب برنامج بيحتوي على المفتاح، لما يضغط عليه يطلع رسالة في صندوق الرسائل اللي هي رسالة مرحبا ايها العالم اللي هي هلو وورد. الحل زي ما بنمشي الخطوات بتاعتنا، بندوس فايل وبنختار نيو بروجكت وبنختار ويندوز فورمز ابليكيشن وبنضغط اوكي. بعد كده بنضيف المفتاح على النموذج وبنكتب الكود في ملف الكود، كود المفتاح بالشكل اللي احنا شايفينه، عبارة عن برنامج فرعي اسمه بي كي، وفي رسالة بتقول اطبع المسج بوكس التالية اللي احنا اتفقنا عليها في التمرين. او ما بدوس على المفتاح بتطلع المسج بوكس في رسالة في صندوق الرسائل ومفتاح اوكي. هنا انا ما عملتش عنوان للصندوق، لو كنت كتبت له عنوان كان هيطلع عنوانه، لكن العنوان هنا طلع اسم الابليكيشن نفسه اللي هو ويندوز ابليكيشن 1. انا هنا ما كتبتش عنوان، لكن اقدر اكتب عنوان حسب الصيغ اللي احنا اتكلمنا عليها والصيغ اللي احنا شفناها. دي ابسط صورة او ابسط شكل للمسج بوكس، صندوق الرسائل اللي هي بيبقى فيها بس رسالة، لا فيه مفاتيح اخرى ولا فيه عنوان للصندوق، انما مفتاح اوكي فقط.
ادخال واخراج البيانات عن طريق استخدام التكست بوكس او صندوق النص. احنا اخدنا قبل كده صندوق النص وعرفنا انه بيستخدم لادخال واخراج البيانات فيه. هنفتكره دلوقتي علشان نقارنه بين الانبوت بوكس والمسج بوكس في الادخال والاخراج، وبين ادخال واخراج البيانات عن طريق التكست بوكس. التكست بوكس ده اطار، اداة على شكل برواز او اطار فارغ، بيستخدم لما بننفذ البرنامج بنلاقي مؤشر كتابة داخل الاطار، وبيستخدم لادخال البيانات من لوحة المفاتيح او لاخراج معلومات فيه على الشاشة. ازاي اكتب معلومة داخل التكست بوكس؟ ببساطة خالص، بقول تكست بوكس تكست، يعني ايه؟ يعني عنوان التكست بوكس بيساوي مثلا جودير. في الحالة دي بيخرج جوه التكست بوكس كلمة جودير، ودي بنعتبرها عنوان التكست بوكس. طب لو ما حطتش التكست بوكس اصلا بيخرج على الفورم فاضي، يعني التكست بوكس لما احط ده التكست بوكس على اي فورم او اي نافذة ونفذ النافذة، الاقي التكست بوكس طالع فارغ على اطار فارغ على النافذة على الفورم، ما يطلعش عليه بيان غير اذا كتبت الجملة دي تكست بوكس تكست بتساوي القيمة المطلوبة، بتظهر القيمة اللي احنا حطيناها داخل التكست بوكس. لما احب اظهر مثلا جملة بكتبها بين دبل كوتيشن زي ما انا شايف جودير، لما احب اظهر عملية رياضية بكتب التكست بوكس تكست بيساوي اكس زائد الواي مثلا، او بيساوي 5 زائد 6، في الحالة دي بيطبع الناتج وهكذا. يبقى التكست بوكس ممكن يخرج رسالة او اسم، او يخرج او نخرج فيه عملية رياضية مجموع رقمين، او نخرج فيه محتويات مخزن زي ما احنا شايفين في الامثلة. الامثلة دي كلها بتستخدم تورينا ازاي نقدر نخرج في التكست بوكس بيان. مجرد ان اقول له تكست بوكس تكست، يعني عنوان التكست بوكس بيساوي كذا. لو ما كتبتش الجملة دي في البرنامج هنا العكس. هنستخدم صندوق النص لإدخال البيانات. هنقف عند النقطة دي يا جماعة ونكمل إن شاء الله المرة الجاية.